حضرتك من سكنة منطقة البراضية؟ اي نعم من البراضية. يعني يوميا جاي يصير اكو اشتباكات بالقصور الرئاسية وشي، متضررين من هذا الموضوع؟ اي والله متضررين، جدا متضررين، يعني عوائل خايفة قلقة ما تعرف يعني وضعيتها شنو. هاي يومية بالليل واشتغلت الهاونات الرمي، ما نعرف يعني يا ساعة يعني طيح عليك قذيفة طيح عليك ما تعرف العالم قلقة. مناشدة للجهات المسؤولة؟ والله مناشدة للجهات المسؤولة يعني شوف إن حل هذا الموضوع، يعني لو القصر يفرغونه مثلا من الحشيد والأحزاب البي ويصير منتجع سياحي وشغلة سياحية وتفتك المنطقة من هاي الأمور. وإحنا كنا نعاني يعني سابقا يعني من القصر دائما، من كانوا البريطانيين بي هم رمي عالية وهم قصف عالية واجد راح الضحايا. برأيك اليوم المواطن متضرر من هذه الاشتباكات؟ والله يا سيد طبعا هذا متضرر. قلي لي عشان أول شيء هذا هنا منطقة سكنية وعوائل هنا، واحتمال أنه يمكن أعتقد يمكن أمس أحد الصواريخ يمكن طلع على أحد البيوت. نعم. أما نشره يمكن حتى ضرر هذا البيت، يعني بالإضافة أكو أطفال وأكو ناس كبار السن وعوائل بالليل ما جات تقدر تأخذ راحتها من اللي وراء القصف وهذا. والله أنا طبعا يعني أشوف إذا أكو فد ترتيب يعني تتخذ فد الدولة، يعني إحنا يعني القصور ما تنشالية منها، بس هي الدولة يعني أخلاقها من اللي بيها. اي يفضل انه هذا اخلاء يعني في مكان انه بعيد عن العوائل، يعني مثل ما يقولون سيد. والله متضرره هواي جات تضرر العالم باللي العوائل وهذا جات تضرر من هذا الرمي العشوائي. نعم والله يا ريت يعني هاي يصير بها اخلاء على مود هاي البيوت تبقى امنه، لان اللي جات تضرر هاي البيوت والمواطنين جات تضرر من هذا الرمي العشوائي.